تدري يعني. بس هو كان مختار لك سامس صح؟ ايه الحين مختار روي. ما شفته يلعب روي قبل كمان. ما شفته يلعب روي. بداية حلوة حق ماري الكتبي. يسوي جاو تلت. عنده الشورت اب لاحظ. اوه على طول اعطى داون اير. داون اير. مهما كانت بدايتك في النهاية اذا اخذت سبايك وانت روي ما راح ترجع. راح ما توقعت. عينا قاعد يحاول يجيب واحدة من اوه توقعت اشوف ابتل صراحة. ابير ابير فوتستون لا ما تو هاي اوريدي ذا ساب الانيميشن حق سو لا ايج جارد ايج جارد ابتلت لا بعد مره ايج جارد او لا ما سوى كفر ابير صدق ليش شكله بالغلط اظن شكله تيم ما دام انه ما كان من الجريب لا انا احس انه لازم دائما تنقز ضد روي بعد التروز ما قاعد يسوي داش اب سماش قاعد يسوي اب سماش مكانه غريبه يعني الحين كم مره توقعت اول مرتين غلط هوب اوكي مره ثانيه يحاول يسوي كومباك الداش اتاك حقت روي والله ريوردنج يعني ايه افتلت تلت صراحه تلت مال روي يعني يسوي سبيسنج وايد زين ايه تدز اوه بس فور سماش لا بونس فور سماش شو اسمه انت يوم سويت كذا الهيت بوكس حقك الهيرت بوكس حقك تقرب عندي اتوقع ايه ايه سوى غلط فادح ايه سوى غلط فادح فعشان شي خسر صراحه بس يعني روي لازم بس كان باك حلو والله ها كمباك حلو ايه ايه صح روي صح بانش بانش ريلي هارد يعني فورد سماش شفت سوا حتى على 60 مع ووقا و كابتن فالكون بعد السجيل يعني اي بعد مره نفس الستيج نفس الستيج نشوف نشوف اذا ايه بيروم يسوي يعدل نتيجه اوه النيترا الايه حقت روي ممتازه صراحه حلو سلت اوه نايس نايس ريد نايس ريد اير دوج وكان رياكشن شوي تعبان من جهه مار الكتبي اتوقع كان يبي ينزل يسوي كان يسوي ايوه داونر داونر ولا ني بس علق في حلوه حلوه احس ان ليز الحين شيء مور كيرفول يعني تي اوه حلو أوه. حلو اوكي كومبو جميل هاي فوستول ابرت وفوستول احس بشوف فالكن بونش كذا واحده راندوم ما بتضبط يعني ما اعرف ليش سووا اير دوج انتو ذا ستيج جست اير دوج برا لا راح تحط نفسك ورطه يعني انك تسوي اير دوج انتو ذا ستيج نفس ما مات روي بس اول نفس السبب حلو قاعد يحاول يستخدم الدوز جوينت حق الفورورد تلت اوه كان بيسوي مره ثانيه بس ما ركت بي كان يعني وايد عالي الرياكشن هي بالضبط كان عنده وقت وايد انه يسوي اوه ما بس اوكي حاول يسوي لا داون اير بس اوكي الحين حاول يسوي لا ايدج جارد بس اوه سوى هلا تريد طبعا اكيد بصالح كابتن فالكون بيكون 1-1 صراحة ما توقعت انه يسوي له صراحة ما توقعت انه يسوي له تو ستوك هالجيم يعني توقعت انه يمكن يفوز بس الحين المشكلة الكاونتر وال ليش بيغير من الحين؟ اوكي اوكي
شكله يمكن يغير ما نعرف. بس غريب بلاش يغير الحين. اول شيء تبقون على المرحله. اول شيء صح لازم تفهم على المرحله ولازم الونر اول شيء يشوف يختار يغير ولا لا. بشكله هو ما يويانا يعني ما يود ترنت لا لا بشكله ما يعرف القوانين وايد مو متعود قوانين. الحين خلينا نشوف اصلي منو بيختار ولا اي دور بيختارون. احنا اصلا ما غيرنا وينرز ولا لوزرز اصلا. اي راوند في اللوزرز بعد لوزرز اظني راوند 3 ولا 4 ايه راوند 4 1 2 3 4 ايه 4 اوكي. بعدهم ما اختار اللعيبة. اوكي شكلها ماركت بي قرر انه يتم شكلهم روي. ها يا روي او نفس الستيج بس غريبه انه المفروض كان مختار ممكن اختار ستيج ثاني اصلا بعد يعني كيف كان روم يقول له ما تم تختار عشان فايز فيه هو بس شكلهم سووا شكلهم نهايتهم يبون على اوكي داون تلت رجع العكس تماما حلو عبى الفورد سماش استنى السبوت دوج اوب داون تلت مفروض لا محجر له الزاوية كان متوقع الداونر مع طاف فل قبي هوه كان بياكل فورد سماش بيموت حلوة لكن سوى رول بعيد شكله يحاول يسوي اوكي فالكن كيك صراحة صراحة لحد الحين ولا مرة سوى كاونتر استفاد منه هاي فالكن كيك راحت منه السكند جمب يرمي يرجع بس كان يرمي يسوي له ايدج جاردنج نيوترال اي او حلو الفور تلت وقعت اشوف فوتستول صراحة حركته حسستني انها فوتستول اوكي توقعت انه يسوي اتش دي توه بالغلط بس شكله كان دي اي غلط ولا يمكن من لازم ريد. اسوي هايب ابدل الجاب ذبحته راح فن تقدر تشوف ماركت بيحاول يجيب دامج من غير ما الكل من غير ما ياخذ دامج عفوا هو كان صور سبوت لو كان يعني شويه بس صراحة غلط انه سوى سايد بي بس لانه طلع الانيميشن لانه كان المفروض ينضرب بس لو ما طلع الانيميشن ما كان اظن علق هال ما يقدر يسوي ولا شيء شكله كان دي اي غلط لا النسبة خلاص يعني لا. بعض الاحيان حتى لو سويت يمين لازم تنضرب على نسب معين انا متأكد ان دي اي غلط عشان كان شيء صوب هو صح هو سوى يسار غالبا كان شكل النوك باك حق الداون ثرو على جهته وهذا جيم زين